يشارك رئيس قبرص نيكوس أنستسيادس بمدينة الإسكندرية في إطلاق فعاليات برنامج العودة إلى الجذور مع رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اليوناني بروكوبيس بافوبولوس. وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أنه من المقرر أن تستضيف الحكومة المصرية مجموعة من الجيل الثاني والثالث من اليونانيين والقبارص اليونانيين الذين عادوا إلى اليونان وقبرص اعتبارا من 30 أبريل وحتى 6 مايو المقبل للقيام بزيارة إلى مواقع مختلفة في الإسكندرية والقاهرة والعلمين ودير سانت كاترين وشرم الشيخ.